لو الحكاية فيها إن فيتو. بسم الله الرحمن الرحيم. صورة البابا الإلكترونية وجريدة فيتو أن يقوم في ضيافتها اليوم واحد من ألمع نجوم كرة القدم المصرية، واحد من رجال كرة القدم المصرية لا يمكن وصفه إلا بالرجل داخل الملعب وخارجه، من العناصر قليلا ما تجدها ملتزم داخل الملعب وخارجه، هو صخر الدفاع المنتخب الوطني وصخر الدفاع النادي الأهلي، الكابتن مصر وكابتن النادي الأهلي الكابتن وائل جمعة. كابتن وائل جمعة تاريخ طويل وحافل مع كرة القدم المصرية ومع النادي الأهلي، بطولات عديدة وإنجازات عديدة، مشوار لم يكن سهل بالمرة أن يصل إلى هذه المرتبة، مشوار بدأ من الأقاليم وبدأ من نادي غزل المحلة ثم انتقل للنادي الأهلي في رحلة طويلة في تخللها احتراف في الخارج، كان نموذج للاعب الملتزم، اللاعب المصري الذي يعرف التزاماته داخل الملعب وخارجه. الكابتن وائل جمعة لعب مع أكبر لاعبين في العالم في بطولة القارات وفي بطولة الأمم الأفريقية، أوقف وشل حركة نجوم كبار في منتخب كوت ديفوار ومنتخبات نيجيريا ومنتخب غانا. صخر الدفاع مصر النهاردة بيشرفنا وبيسرنا أن يكون في ضيافة دي. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك يا أستاذ زغلول، وسعيد طبعا أن موجود مع الكوكبة دي، وسعيد بالإشادة بتاعتكم، وأتمنى أن الحوار معاكم يعجب الناس إن شاء الله، وأقدر أرد على كل الاستفسارات اللي تسألون عليها. تحب نبدا منين يا كابتن؟ والله انتوا الاسئله عندكم انتوا. لا نبدا من البدايه في البلد، في البيت، بدايه لعب كره القدم الكابتن وائل جمعة، وبدايه ان هو يبقى في معشوقته كره القدم يبقى قريب منها. هو انا طبعا كبدايه زي اي طفل صغير بيتمنى انه يوصل في الحاجه اللي بيحبها لاعلى مرتبه فيها، و طموحي ان انا كنت العب في النادي الاهلي من وانا صغير. مشوار بدات الكوره فين؟ بدات مثلا في مركز شباب القاهره. بدات زي اي طفل بقول لحضرتك بيلعب في الـ في الـ في الـ في الشارع مع زمايله والناس اللي في سنه واللي اكبر من سنه شويه. بدات العب في الكوره اللي جنبي والدورات اللي هي بتتعمل في الاجازات والكلام ده. بدات الناس من خلال دورة كان بيشارك فيها نادي غزل المحلة مع مركز شباب القرية بتاعتي، الناس شافوني وعجبوا بالإمكانيات اللي عندي، طلبوا مني ان انا اروح للمحلة. ده كان سنك كام؟ كان عندي 15 سنة. اعتقد ان ده سن كبير في سن كبير ان يتنقل لنادي دلوقتي. احنا بنبقى نشوف من 7 او 8 سنين. لا الامور اختلفت طبعا دلوقتي. الكلام اللي انا بكلمك فيه ده من اكتر من 20 سنة، يعني اكتر من 20 سنة كان في. لكن بالنسبة لك انت ك 15 سنة بتلعب مع فريق اول في ما انا قلت لك في الاول انا كنت بلعب مع الاكبر مني. ودي خطوة ساعدتني كتير جدا ووصلتني بسرعة يعني. بالاضافة الحمد لله الامكانيات البدنية كانت عندي وانا صغير في السن بتاعي ده، كانت مش 15 سنة بتاع دلوقتي. يعني 15 سنة بتاع دلوقتي نزل على التخفيض شوية. فالحمد لله كان جسمي اكبر من سني شوية. ففرقت معايا طبعا. وصلت بسرعة للدرجة الاولى في غزل المحلة. لعبت في اول ماتش وانا عندي 18 سنه، كان ضد المنصوره في المنصوره، وكان تاني مباراه عندي الاهلي في المحله، كان بيلعب حسام حسن، كان بيلعب فيليكس واحمد كشري، وكان فيليكس في عز تالقه يعني. فالحمد لله لعبت مباراه كويسه، ومن ساعتها وانا حاطط رجلي في الدرجه الاولى في الفريق الاول في المحله. كان داخل بقى نادي المحله على مرحله تجديد وكلام من ده في الفريق وفي اللعيبه، وبدات بي انا، واستمريت الحمد لله في الفريق الاول اربع او خمس مواسم في الفريق الاول. بعد كده جت بقى القصه المعروفه للناس بتاعت انتقالي للنادي الاهلي ومباراه نهائي كاس مصر بين الاهلي والمحله، واللي الناس عرفت فيها المستوى الحقيقي لوائل جمعة، والحمد لله من ساعتها كانت بدايه موفقه ليا يعني. ريال مدريد يا كابتن عمر. جيت بعد كده على مباراه ريال مدريد البدايه بتاعتي. اعتقد انت لما اتنقلت الاهلي في الفتره دي كنت بتلعب مع المنتخب العسكري، كنت بلعب في المنتخب العسكري فعلا، بس الناس ما تعرفش العالم العسكري. الناس برضو شهره وائل جمعة ما ظهرتش غير لما رحت النادي الاهلي طبعا. نهائي الكاس ده كان هو البدايه الحقيقيه ليا. رحت النادي الاهلي والناس برضو عايزه تشوف مين وائل جمعة ده، كانت البدايه صعبه بالنسبه لي جدا طبعا. مباراه ريال مدريد
ان انا اواجه ريال مدريد في اختبار اول ليا قدام 120 الف في استاد القاهره، كلهم جايين يشوفوا اللعيب اللي مانويل جوزيه لسه جاي بيقول ده هو هيبقى اللي هيشيل دفاع النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي وكلام من ده. فكانت بدايه صعبه وكانت ضغوط كبيره جدا عليا في الاول، انما الحمد لله ثقتي في ربنا الحمد لله كانت كبيره، وثقتي في امكانياتي وكلام الخواجه معايا في فتره الاعداد اللي كنا فيها في البرتغال هيأني نفسيا كويس ان انا للضغوط اللي انا هقابلها. ودي نقطه مهمه جدا جدا يعني الحمد لله انا قدرت اوصلها للعيبه كتير جات النادي الاهلي بعديه، ان انت تبقى تجهز نفسك للضغط اللي هتقابله والمسؤوليه اللي هتبقى عليك. فدي كانت نقطه مهمه جدا جدا الخواجه بصراحه لازم اشكره فيها، يعني انه ساعدني فيها جدا. يعني تدربت في طول مشوارك على مع قبل ما نخش الموضوع بس كنت عايز اعرف الجيل اللي انت بدات فيه يا كابتن مع المحله، يعني كان الفتره اللي انت بدات ابرز النجوم كانت موجوده في المحله في التوقيت ده. كان في طبعا بدايه من مصطفى الزفتاوي، كان كابتن الفريق كابتن خالد عيد. لا مش الدرجه دي يعني. كان كابتن الفريق كابتن الزفتاوي وكابتن خالد عيد وعبد العظيم الشوره وطه السيد، و الجيل اللي هو بطل كله مع بعض في وقت واحد. فدول ابرز الناس اللي كانوا موجودين يعني. وكاب يوسف كان هنا في ندوه وقال لي انا كنت في ماتش كده حكى لي الموقف ده، حكى لي الموقف ده. قال لي لقيت لعيب صغير كده نازل بيلعب ده وائل جمعه، فوجئت ان وائل جمعه لعب معايا في ماتش يعني. ده انا بقول لك لا لعبت مع كابتن يوسف كتير يعني. ف مشوار تدريب المدربين اكيد بيبقى ليهم علامات مع اللاعب نفسه. كابتن وائل طبعا نشوف بقى طول المشوار ده تدرب يمكن عشرات المدربين. مين اللي ترك بصمه في الكابتن وائل جمعه وقدر يفيده وقدر هو انت كوائل جمعه تستفيد منه؟ بص، كل مدرب الواحد اللي اشتغل معاه الحمد لله استفدت منه حاجه، وانت لو عايز تطور من مستواك لازم تعمل كده، وده يبقى ده هدفك يعني، ان انت دايما تستفيد من الشخص اللي قدامك ده، تاخد منه يعني ما فيش حد هيوصل انه يبقى مدرب لنادي الاهلي او لمنتخب مصر من فراغ. لازم يبقى عنده القدره وعنده الامكانيات، ولازم يبقى عنده حاجه هتميزه او هتساعده. فالحمد لله انا عندي القدره ان انا قدرت ان انا اكتسب من ان شاء الله معلومه، مش لازم حاجه معينه، اكيد هيساعدك بمعلومه او بفكره او بحاجه توصلك تفيدك يعني. لكن اكيد في مدربين قريبين ليه. هو في كلهم الحمد لله انا علاقتي بيهم كويسه. انا بقول لك انا كلهم يعني علاقتي كويسه بيهم انا كعلاقه بس. انما كشغل فيهم ناس كتير طبعا زي بقول لك فادوني كده. كان اكثرهم طبعا كان مانويل جوزيه، كان لي لان انا اكتر واحد اشتغلت معاه. عرفني يعني ايه ان انا اعيش محترف صح. عرفني يعني ايه ان انا مكسب بطوله او اكسب مباراه خلاص بنساها. وهو ده الضغط اللي انا اتكلمت عليه في الاول، ان انت في النادي الاهلي بتعيش كل يوم بيوم يعني، فاهم؟ بتعيش كل يوم بيوم ازاي يعني؟ المباراه دي بالنسبه لك او التدريب ده صفحه كل يوم بتقفلها، بس اهم حاجه تستفيد منها حاجه كل يوم. ودي نقطه بقول لك انا الحمد لله بحاول انقلها للناس الصغيرين، ان انت كنت تعيش كل يوم بالنسبه لك في النادي الاهلي او في منتخب مصر يوم جديد بالنسبه لك. يوم جديد بمعنى ايه؟ ان انت لو كسبت النهارده خلاص هو يوم وانتهى. الناس في النادي الاهلي بتبص دايما للمزيد. ودي نقطه انا من اكتر الحاجات اللي انا استفدتها من مانويل جوزيه، ان الناس ما بتشبعش، الناس بتنسى بسرعه. كسبت النهارده افرح النهارده وبكره يوم جديد بالنسبه لك. فهو دايما كان بيقول تومورو انذر داي، فدي كلمه دايما حاططها انا قدامي، فاهم؟ كسبت الكلمه دي موجوده، خسرت الكلمه دي موجوده، ان دايما بكره يوم جديد بالنسبه لك، ما تعيش على امبارح. فدي دي من اكتر الحاجات لو فكرت فيها يعني هتفيدك جدا. كابتن حسن واحد مصري عارف بيتكلم بقلبه، بيتعامل مع الناس بقلبه وباحساسه وباحساس الناس البسيطه اللي هو شايفها في مصر. عارف ان الكوره ناس يعني كتير بتفرح منها، فدي نقطه برضو. عارف الحته العاطفه دي عنده زياده جدا عن مستر مانويل يعني، فاهم؟ فالنقطة دي مميزة جدا عند كابتن حسن. بالإضافة بقى العشرة والعيش والملح والفترة الطويلة اللي احنا قضيناها مع بعض في المنتخب، بالإضافة ان انت يعني بتعمل انجازات مع كابتن حسن، فاهم؟
ففتره من افضل الفترات اللي الواحد قضاها في حياته في الكوره. في